ما الغيظ سلاما يا إمام، كل يوم لك من رب الأنام، كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام. السلام على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والدر الفاخر، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عدد ما أحاط به علمك، وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب، واجعلنا من أنصاره وأعوانه يا أرحم الراحمين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ضيوف الجوادين، الذي يأتيكم من داخل جنتي موسى والجواد عليهما أفضل الصلاة والسلام. ومحور هذه الحلقة حق الجوار في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله، إنه قال: حرمة الجار على الإنسان كحرمة أمه. مشاهدينا الكرام، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأحلاها برفقتنا. هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، هذه الجنة لا جنة عاد، هذه جنة موسى والجواد، أزلفت للمؤمنين المتقين، فادخلوها بسلام آمنين، هي حصن وملاذ للعباد، هذه جنة موسى والجواد. ما زلنا مستمرين وإياكم مشاهدين الكرام في هذه اللقاءات المثمرة مع المحبين الوافدين إلى مرقد الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهما، ومعي ضيفة من ضيوف الإمامين الجوادين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبة قلبي. تقبل الله أعمالكم وزيارتكم. منا ومنكم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله حبيبة قلبي. يا الله، أتعرف بحضرتكم؟ أم هاشم. أهلاً وسهلاً. علي طالبة بالعتبة الكاظمية. نعم. وأيضاً خادمة لمدرسة راهب آل محمد. هنيئة لكم. حضرتك ذكرتي أنه أنت خادمة. أي. هذا اللقب شنو يضيف لكم؟ وحقيقة هو شرف لكل مؤمن ومؤمنة يحمل هذا اللقب، أنه خادم عند الإمامين عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو سائر الأئمة الأطهار روحي لهم الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا، أنا بالنسبة عندي الخدمة شرف. نعم. شرف كشون كوني سهم من سهوم اللي يتعلق كتاج يتعلق على رأس المرأة، إن شاء الله نتقبلها عند إمامك إن شاء الله، إمام صاحب الزمان يتقبلها من عندنا، وبنفس الوقت أيضا إن شاء الله تتقبلها من عندنا الزهراء. سلام. كلمة الله الخدمة لا تميز ولا تحصى، يعني أنا أريدها صراحة غير أريدها القبري، وأيضا نعم. نص من هديتها إلي والوالدية والموتانة. نعم. إن شاء الله يعني دائما الخدمة مالتي من تتميز أحسها فد شيء ملكت العالم كله، بس هي أهم شيء رضات الزهراء إن شاء الله. إن شاء الله. بس الخدمة تختلف عن باقي الخدمات، أكو خدمة تختلف يعني أكو مجرد يعني شلون مكان، أكو خدمة لا بعشق بهيبة يعني شخصية كرامة إنه، والحمد لله والشكر أنا هذا ما أميزها، لو يعطوني العالم كله أقولهم لا ما أعطيها. هنيئا لكم، وإن شاء الله ننال شفاعة الزهراء يوم آمين. المحشر بحق الإمامين آمين. الكاظمين آمين. عليهم أفضل الصلاة آمين. والسلام. اليوم أهم الدروس اللي تعلمتها من سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهم أفضل الصلاة والسلام. والله الدروس تعلمتها اللي هي أول بداية التقوى، ومحبي الجار والنصيحة والأهل والصديقات، الحمد لله والشكر على كل حال. الحمد لله. احنا في كل حلقة نتحدث عن محور معين، اليوم محور حلقتنا حق الجوار. هل اليوم احنا نعطي للجار حقه؟ والله اكو بيهم. نعم. اكو بيهم، اكو ناس يقول يعني الجار إلى حقه ومستحقه. نعم. وإلى قانون الواحد. أنا أول كمثال القانون الأول والأخير أن أحترم جاري وما أخليه يحس من عندي أي ميزة من الألم.
لا والله إذا هو ألمني أقول ما يخالف أنا أتحمل مرة مرة أتقبل الإساءة من عنده. نعم. وأتقبل الإهانة والرد بالإحسان إن شاء الله. أجازي إن شاء الله عد الله وأهل البيت إن شاء الله بالخير أنا أجازي. نعم. وما أنسى جاري يعني هو أقرب الناس إلي. أحسنتي صح لو غلط. نعم. يقرب من أهلي أقرب من أقاربي أقرب من كائن من يكون يعني هو جاري. أحسنتي. كل ما أنا أقدم له الاحترام حتى لو مع احتراماتي لهم حتى لو إنسان مخوش عدني غصبا عليكم يحترم. أحسنتي. في حديث للإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام يقول حسن الجوار ليس كف الأذى إنما حسن الجوار الصبر على الأذى. صحيح. هل اليوم نحن في هذا الوقت نصبر على الجار أم نقابل الإساءة بالإساءة أم نرد الإساءة بالإحسان؟ لا والله البعض يرد الإساءة بالإساءة. لا. هذا شيء صحيح أم خطأ؟ لا أنا بالنسبة لي أصبر على الإساءة إيش قد ما يأذيني أقول ما يخالف. أحسن. إجي يوم من الأيام أنا الله يميزني عنه. نعم. أو يشوف الفرق ما بين هذا الجار وهذا الجار. نعم. والحمد لله والشكر الله ميزني بجواري طيبين. الحمد لله. الحمد لله. واللي أديني أقول ما يخالف الله موجود. رب العالمين إن شاء الله. والنعم هو اللي يميز والحمد لله والشكر. الحمد لله. والحمد لله والشكر فضل الله وأهل البيت عندي جوارين درر مال الله. وما خيرهم على يتشو على وفضل الله وأهل البيت وعندي عندي إذا كان واحد من جاري أذاني أجي الإمامين سلام أشكي. الله عليهم هم يبردون قلبي وبنفس الوقت ورغم أني هم يعني امرأة صاحبة 6 أيتام فضل. نعم. الله وأهل البيت تحملوا وياي هم الأذية فضل الله وأهل البيت هنيئا لكم بابي مزدود بعد الشغل الحمد لله وإن شاء الله يتقبل من عند النصيحة إذا كان من يكون أحيانا نصحتي جار ويعني تقبل النصيحة من عندي شو أمردها بالله أهواية والله أهواية والله يعني أكثر من كيف اليوم ننصح الشخص المقابل ويتقبل هذه الإصحة النصيحة هل هناك طريقة معينة للنصيحة؟ طبعا الأسلوب. نعم. الأسلوب الكلامي يعني إذا كانت منطقي بثناء الكلام مالتش أنت راح تخجلين تقولين إيه والله صحيح والحمد لله والشكر أنا في ميزان حسناتكم إن شاء الله إن شاء الله. رسالة من حضرتك أو دعاء من حضرتك لكل شخص يتابعنا اليوم عبر برنامج ضيوف الجوادين وقناة كربلاء واليوم كثير من الناس سواء كانت داخل وخارج العراق تتمنى الزور وتوقف هذه الوقفة شنو تحبين تدعي لهم؟ والله أول وحدة طلبت من عندي الدعاء من دولة. نعم. من دولتنا المجاورة من إيران قالت أتمنى منهم هاشم يعني تدعينا عند إمامك موسى بن جعفر وشافتني أنا بثناء التطويع مالتي ما أخذ فصورة سحبتها من القروب وقالت أتمنى من الله وأهل البيت أن تدعي لي اللي هي أم حسن من إيران إن شاء الله يقضي حاجتهم وكل إنسان الإيراني من أقاربي ومن أهلي ومن عشيرتي ومن كل محب عندي عندي باليونان وعندي بلبنان وعندي بأستراليا وعندي إن شاء الله ربي يقضي حاجتهم وحق إمامين الجوادين محمد الجواد وموسى بن جعفر يسهل أمرهم ويجون ويزورون الإمامين بكل صورة صحيحة ويتقبلهم بحق غريب الغرباء غريب الطوس اللهم صلي على محمد وآل محمد شكرا لكم وشكرا لأنه سمحتي لنا نأخذ من وقتك وشكرا لأنه هذه الكلام المعبر من حضرتك شكرا شكرا جزيلا لكم شكرا لله حبيبة قلبي وأنا ممنونة منكم وممنونة أيضا من قناة كربلاء هذا التقدير إذن مشاهدينا الكرام مستمرين وإياكم في برنامج ضيوف الجوادين روضة تحرسها عين السماء هبطت فيها قلوب الأنبياء وإذا ما المرء أفضل الدعاء سوف يأتيه من الله نداء ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أنت في الفردوس لا ذات العماد هذه جنة موسى والجواد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد عدنا معكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفة من ضيوف الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقبل الله أعمالكم وزيارتكم للجميع إن شاء الله تعرفوا بحضرتكم أنا الست حفيظة حميد قاطع أم ذر
اهلا وسهلا بك. حضرتك مدرسه يعني؟ مدرسه. نعم. اليوم كونك مدرسه، كيف نزرع حب اهل البيت عليهم افضل الصلاه والسلام في نفوس ابنائنا، حتى يعني مو شرط انه ابنائنا داخل البيت، حتى في المدرسه؟ طبعا من خلال نشر التعاليم العقيده. نعم. من خلال حب اهل البيت، تعليم اولادنا الحب اهل البيت، من خلال يعني ذكر مصائب اهل البيت امامهم، الذكر خلال قصص حياتهم. نعم. الروايات اللي ممكن يعني تعلم الابناء الحب آل البيت وحب العقيده، حب مذهبهم، فهذه الامور نقدر يعني نقرب نوصلها للاطفال بشكل يعني يخليهم يحبون عقيدتهم ويحبون ائمتهم، ودائما يعني نخليهم نذكر مظلومية أهل البيت أمامهم، مظلومية إمامهم الإمام الحسين عليه السلام. فمن خلال هاي الأمور إحنا نقدر يعني نقدم ولو شيء بسيط، يعني هو إنه استمرار عقيدتنا ونهجنا التربوي على هذا الأساس يكون. نعم أحسنتي. اليوم بسبب هذا الانفتاح الزائد ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب على أجهزة التليفونات، هذه تأثر على نفوس الأولاد، هذه الضعف من إيمانهم، الضعف من توجههم إلى الله سبحانه وتعالى وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هي لها تأثير، أكو تأثير نوع من لكن التأثير، لكن كيف نوقف هذا الشيء؟ أي نعم. لكن من خلال التوجيه، المتابعة، من يعني تعاون الأهل مع حتى من خلال المدرسة، يعني تعاون الأهل مع المدرسة ممكن أن نوجه الأبناء توجيه صحيح. أحسنتي. إحنا في كل حلقة نتحدث عن محور معين، اليوم محور حلقتنا عن حسن الجوار، هل اليوم إحنا نأدي الجار؟ اليوم إحنا نسأل عن الجار؟ في حديث لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام يقول حسن الجوار تفقد الجار. صحيح. إحنا اليوم في هذا الوقت إحنا نتواصل مع الجيران؟ والله أنا عندي الجار. جيراني يعني شو أقول لك، أقرب من إخواني البعيدين. نعم. جيراني يعني واقفين لي بكل أزمة بكل شدة، يعني أنا ونفس الوقت أنا من يحتاجوني إن شاء الله هم ما أقصر، وأنا أشوف يعني تواصل بيني وبين جيراني يعني 100%. الحمد لله. هو أكيد الجار هو يعني أقرب من الأهل، حتى الإنسان لا سمح الله إذا تكون عنده مصيبة جارك أقرب من الأهل. جارك القريب ولا أخوك البعيد. نعم أحسنتي. اليوم كيف نتعامل مع جار سوء لا سمح الله، لو كان عندكم جار سوء كيف تتعاملين وياه؟ والله يعني نكون يعني نقدم النصح ونقتدي أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. إذا رد الإساءة بالإساءة هذا ما راح تكون نار فتنة بيني وبين جاري. أحسن. لكن إذا قابلت الإساءة بالإحسان ممكن أكون إلى مرة مرتين يعني راح يكسر هذا الحاجز بيني وبينه، حاجز العداوة، ويصير نوع من الوصل والمودة بيناتنا. أحسنتي. حسن الجوار يعني هو حسن الله وأهل البيت وصوا بحسن الجوار. أحسنتي. إذن يجب علينا أن نرد الإساءة بالإحسان كما طبعا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. هناك الكثير من المواقف الغير جيدة التي لا يرضاها الله ولا الرسول ولا سائر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، تزعج الجيران وتسبب لهم قلق، شنو هذه الأمور اللي يمكن أنه أزعج بها جاري؟ والله مثلا يعني هواي أكو أمور مثلا أذية الأطفال بيناتهم. نعم. ممكن هاي تكون سبب إزعاج بين الجيران. أو صوت مذياع عالي. أحسنتي. ممكن يكون هذا هم سبب إزعاج للجيران. فيعني هي هاي أمور بسيطة إن شاء الله يعني يقدر الإنسان يتفهمها. أحسنتي. أحياناً الوقوف أمام الدار هم يعني هذا يسبب إزعاج للجيران، طلق الجدار بيني وبين جيراني، هذه هم أمور يعني تسبب قلق للجيران. قليلة يعني العفو الصير قليل. نعم. جداً يعني مثلاً جارك عنده بنيان يعني شلون؟ نعم. يعني لازم تتحملين. أحسنتي. يعني إيه يعني أكو أمور تصير يعني ظرف اضطراري. جارج عنده مصيبة، جارج عنده فرح، جارج، فهذه الأمور لازم واحد يتقبلها ويستوعبها، وهي ما راح تكون دائمية، هي في فترة يعني ساعات أو أيام قليلة. أحسنتي. اليوم شنو تحبين تدعين لجيرانك؟ والله أدعي لهم بالخير والتوفيق والستر والسلامة، يطول بعمرهم ويحفظ أولادهم من كل شر وسوء. آمين يا رب العالمين. شكرا لكم وشكرا يا أنا وسمحتي لي أخذ من وقتك. يا أهلا وسهلا. شكرا. إن شاء الله ندعو بالفرج لصاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونسأل الله أن يتقبل صالح الأعمال. آمين. ويرحم أمواتنا وأمواتكم.
والحمد لله والشكر رب العالمين. شكرا لكم. اهلا وسهلا. اذا مشاهدينا الكرام، نختم هذه الوقفه بروايه عن الامام الحسن عليه افضل الصلاه والسلام، حيث ان الامام الحسن قال: رايت امي فاطمه قائمه في محرابها ليله جمعتها، فلم تزل ساجده راكعه حتى اتضح عمود الصبح، فسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات ولم تدعو لنفسها بشيء، فقلت لها: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت عليها السلام: الجار ثم الدار. مشاهدين الكرام، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، مستمرين وإياكم في برنامج ضيوف الجوادين. روضة زينها رب رؤوف، دانيات للملا فيها القطوف، أنبياء الله تأتيها صفوف، وبها الأملاك تسعى وتطوف. صمت يا زائر قدرك ورفعنا لك ذكرك، زرت روضا زينت فيها البلاد، هذه جنة موسى والجواد. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، عدنا معكم في برنامج ضيوف الجوادين، وما زلنا وإياكم مستمرين في هذه اللقاءات مع المحبين الوافدين إلى مرقد الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهم، كما نعاهدكم أننا لا ننساكم بالدعاء والزيارة عند الإمامين الجوادين، روحي لهم الفداء. ومعي مجموعة من ضيوف الإمامين الجوادين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وزيارتكم. منا منكم صالح الأعمال إن شاء الله. حبيبي، أتعرف بحضرتكم؟ أنا أم محمد من بغداد. أهلا وسهلا بك أم محمد. حبيبي، كل كم تجين إلى مرقد الإمامين عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ حسب الظرف، البيت والعائلة تعرفين، والأولاد والدراسة والمشاغل، نقدر نقول كل شهر وشوية، يعني هيك فترة. الحمد لله. أي، وأكثر شيء يعني إحنا نتعطل على زيارة الإمام موسى بن جعفر والجواد عليهم السلام، شوية من الازدحامات. نعم. أي، والطرق والكذا، نستسهل طريق كربلاء نروح نزور ونرجع أكثر من هنا. أنا أحسن. نعم. الصراحة. يعني أنا لكم هذه الزيارات، أسأل الله أنه يديم علينا نعمة محمد وآل محمد. شكر لله، شكر لله. هذه الزيارات إلى مرقد الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام تغير من أخلاق الزائر؟ جدا. كيف كثير. اليوم تغير من أخلاقه؟ كثير. كان ما عنده إيمان، هنا تلقين خشوع، تلقين رحمة، تلقين أمان، كل شيء تلقين هنا. نعم. كل شيء تلقين، يعني حتى اللي قلبه يعني متخشن، حتى اللي عنده مثلا فد ضغينة، فد حقد، فد هنا ينزال. سبحان الله، يعني سبحان الله. فهنا هم باب من أبواب الرحمة. نعم. باب من أبواب الرحمة، لا شك، لا شك بهذا، انه تتواجد هنا الامان اول شيء، والهدوء، السكينه، ما يريد الانسان اكثر من هذا. حبيبتي احسنتي، لكن هنالك اداب يجب ان نتادب بها قبل المجيء الى مراقد الائمه الاطهار عليهم افضل الصلاه أكيد. والسلام، شنو هذه الاداب؟ الاداب اول الانسان وخاصه المراه بوقتنا الحاضر، انه تكون على وضوء وطهاره من تريد تطلع اول. نعم. شيء. ثانيا الحشمه، العبايه الزينبيه، الحجاب المستور الغير يعني ملمع، وهاي الأشياء تكون على وقار. يعني هاي أنا عندي بالنسبة إلي أهم الأشياء، الوضوء. نعم. والحشمة. نعم. هذه أهم الأشياء الإنسان اللي يطلع بها من البيت جاي للزيارة. نعم. زيارة، لأن هذا يعتبر أنه ملك، سلطان، فكيف تقابلين سلطان؟ أحسنتي. فأنا يعني هذا رأيي. نعم. صراحة في بالي صار سؤال حقيقة وحبيت أسألك إياه، ليش لما ندخل مراقد الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام تدمع العين؟ هذه ترجع إلى عبرة الحسين، رأساً يجي ببالك الحسين سبحان الله، سلام الله عليه. أي، سلام الله عليه. وتجي المعركة، تجي زينب الحوراء، تجي، فهم يعني امتداد للحسين، هم امتداد للحسين، لذلك قلبك يخشع، يعني لابد ولابد أنه القلب والدمعة تنزل سبحان الله. نعم. رأساً يجي الخشوع، يعني تصورين أطفال الحسين، رضعان الحسين كذا، بهذا المكان الطاهر. نعم. لأنه امتداد للحسين، لابد أن الدمعة تنزل والخشوع. أحسنتي. عندك أولاد؟ نعم الحمد. نعم. لله، عندي محمد وسارة.
تجيبيهم وياك للزيارة؟ اي الحمد لله منتو وياي موجودة. اي نعم. شلون تعلميهم حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ والله ألف الحمد لله والشكر لله، هم ماشيين على خطاي وعلى خطى خوالهم إن شاء الله، خوالهم كلهم راحوا فداء للحسين. سلام الله الحمد عن لله. زمن الطاغي يعني اللي نعدم نعدم، يعني راح والحمد لله والشكر لله. فإحنا أني مشيتهم على هذا الطريق، قلت لهم أنا أريد أن مثل ما مشوا أهلي وأهلكم تمشون على هذا الطريق، والحمد لله والشكر الحمد لله. نسأل الله أن يديم علينا نعمة محمد وآل محمد بحق الإمامين الكاظمين. اسمحي لي أتحدث ويا الأخت من بعدها أرجع لك. السلام عليكم. السلام، أهلا وسهلا. تقبل الله أعمالكم وزيارتكم إن شاء الله. أتعرف بحضرتك يوم. أنا أم نوار من بغداد. أهلا وسهلا بيك أم نوار. كلش قد تجي للمرقد الطاهر للإمامين الكاظمين؟ والله أنا كل شهر يلتحق ابني من العسكرية أجي يعني هنا للإمام الجواد ينذق صدري. فأريد يرجع سالم ويروح سالم. الله يحفظهم بحق الإمامين الكاظمين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإن شاء الله ابنك يروح ويرجع بالسلامة ومحفوظ بحق الإمام الحسين. أي والله. وهذه دموعك إن شاء الله في ميزان حسناتكم ويسجلها الإمام الحسين وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام أبو الجواد يعني أنا ما في يوم دخلت له إذا مو أبكي ودموعي، يعني ما هيك يعني عندي أمان بإيه إنه هو يعني بكل شدة واقف له وما يرد أحد أبد. الإمامين أبد أبد ما طلبته ورجعني الإمام داخل عنده أبد. نعم. أبد أتعنى لأني يعني أنا بيتنا بالحسينية. نعم. أجي يعني حتى لو مو ولدي بالسيارة أنا أجي بالسيارات بالنفرات وأجي. هنيئاً لكم. الله تسلمين. اليوم هذه الزيارة شنو تعلمتي من أهم درس من الإمامين كاظمين عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ وأنت ذكرتي أنه أنا كل شهر أجي للزيارة. الإيمان بربك الإيمان. نعم. الإيمان والخشوع والطاعة تعلمتها. يعني أجي يعني أقول أنا من راح أجي أطلب من عنده ما يردني، ليش؟ لأن مؤمنة به رب العالمين، وهو شفيع لنا احنا، هو اللي يشفع لنا، هو واسطتنا من جليل الإمام الكاظم، واسطتنا عند رب العالمين. احسنتي. في كل حلقه نتحدث عن محور معين، اليوم محور حلقتنا عن حسن الجوار. والله انا بالنسبه عند الجار يعني اخ. نعم. يعني يمكن هسه هم يشوفوني ويشوفوني شنو اني. احسنتي. يعني احب الجار ما اعرف ارده، يعني اذا اسمع صوت يعني انا ادخل اول وحده. احسنتي. احب الجار. بارك الله بكم. ويا الجار أكثر من أهلي. بارك الله بكم. وهذه هي وصية الرسول وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، دائما يوصونا بالجار وأن تكون العلاقة قوية بيننا وبين جيراننا. أنا علاقتي كلش قوية، يعني مهما هسه يعني يقول الظرف تغير والجار ما يدخل على جاره. نعم. ليش اليوم الظرف تغير والجار ما يدخل على جاره؟ هل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل بسبب الانشغالات؟ الانشغال والظروف تغيرت والجيران قامت تتغير مو مثل قبيل. ليش؟ يعني هي شنو السبب؟ ما اعرف، يعني احنا نريد نعرف السبب. انا بالنسبه اقول لهم انا بعدني يعني على قبل. نعم. انا يعني اصلي ارجع من البصره. اهلا وسهلا بك. بعدني يعني على كرم البصره وعلى طيبه البصره. مشهورة البصرة بطيبها وكرمها. أبد ما أتغير. نعم. يعني هسه جارتي لو يعني ما تطلب من عندي أنا. نعم. لأن أقول أعرف شنو أنتي. نعم. يعني مو مثل قبل مثلا الدخلين والسولفين والقعدين ولمة العصر والهذه راحت. شنو مثلا عزاء الروح. نعم. زواج الروح هاي بقت بس المواصلة بيناتنا. مواصلة بالأفراح والأحزان. بس هو لو ترجعي له الجار أقرب إليك من أهلك. يعني. بارك الله بك. اليوم شنو تحبين تدعين لجيرانك؟ بالخير والصحة والسلامة إن شاء الله. والله يوفقهم إن شاء الله ويستر على شبابهم، كل من عنده عسكري وكل من عنده غايب يرجع، وكل من عنده مريض الله يشافيه ويعافيه بحق محمد وآله. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله أولادك يرجعوا لك بسلامة. أيوة. بحق الإمامين الجوادين ويبرد قلبك إن شاء الله. والله أنا من هذا المنبر الحسيني أطلب من الإمام أن يكون ابني يرجع سالم ويروح سالم إن شاء الله. هو صغير يعني إن شاء الله يعني وظروف طاعة يصير عسكري. نعم إن شاء الله. بس أنا لما يروح ويجي أنا قلبي هاي هيك حتى لو ما أنام
يعني إن شاء الله يروح يرجع بالسلامة وإن شاء الله يبرد قلبك وأنت خصوصا في حضرة الإمامين الكاظمين عليهم أفضل الصلاة والسلام ومحفوظ بحق صاحب الزمان. حق صاحب الزمان أريد من أدك ولدي أربعتهم إن شاء الله إن شاء الله يحفظهم بحفظه وكل شباب العراق إن شاء الله يحفظهم إن شاء الله يرحون سالمين ويرجعون آمين يا رب العالمين. خلي أتحدث ويا الأخت مثل ما تحدثت ويا الأخت. إحنا اليوم في محور حلقتنا حسن الجوار. نعم. وفي حديث للرسول صلى الله عليه وآله يقول حسن الجوار يزيد في الأعمار ويعمر الدار. كيف اليوم إحنا نتعامل مع جيراننا إذا أساءوا لنا سواء كانت هذه الإساءة بقصد أم كانت الإساءة بغير قصد؟ نعم. الجار أكثر من الأهل طبعاً. نعم. ويبقى يعني رغم الظروف رغم هسه التواصل الاجتماعي ترى صارت والخالة التليفونات حبيبتي وكذا هاي وهاي برامج منعج حتى من جارج تغسلي. نعم. لكن سبحان الله مثل ما قالت الأخت يبقى الفزعة تبقى الخوة تبقى النخوة تبقى التواصل. مثلا عندك أيام رمضان ما شاء الله كأنما إحنا بيت واحد الله شاهد وحق هذا منبر موسى بن جعفر كأنما بيت واحد عائلة واحدة اللي يضر يضرني. نعم. واللي أذي أذيني وهو كذلك. أحسنتي بارك الله بك. اليوم شنو تحبين تدعين لجيرانك؟ اللهم أسأل الله بحق موسى بن جعفر الجواد الرزق والخير والبركة إنه والجيراني والأولاد منطقتي والأولاد العراق كلها وشباب العراق يحفظ ابني ويحفظ كل أولاد المسلمين. آمين يا رب. أولاد جيراني لأن هم أزيد من ابني الله شاهد. لأن من مدراسي من الباب أريد حاجة كلها تجي تركض قبل ابني والله وحق هذا موسى بن جعفر لا مجامله ولا تملق. نعم احسنت. كلها تجي تركض الحمد لله والشكر الحمد لله. الله يحفظ الشباب الله يحفظ الجميع ان شاء الله ويحفظ الامه ان شاء الله من هاي الغمه ويزولها وان شاء الله يا رب ستر وامان انه الامه محمد حبيب. امين يا رب العالمين. ولكم يا رب ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا لانه سمحتوا لي اخذ من وقتكم. شكرا لكم شكرا وان شاء الله حوائجكم مقضيه بحق الامامين الكاظمين عليهم افضل الصلاه والسلام. شكرا لكم. اذا مشاهدينا الكرام نختم هذه الوقفه بروايه عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه افضل الصلاه والسلام قبل شهادته يوصي بجيرانه يوصي بالجار بصورة عامة وليس بجيرانه فقط ويقول الله الله في جيرانكم فإنها وصية نبيكم وما زال يوصي بهم حتى ظننا إنه سيورثهم. في هذا الحديث يؤكد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام على ضرورة العلاقة القوية بيننا وبين الجيران وهذا ما أراده نبي الرحمة والإنسانية محمد صلى الله عليه وآله من الأمة أن تكون هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى علاقة الأقرباء. نسأل الله أن نكون من السائرين على نهج محمد وآل محمد. مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. شكرا لكرم المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كظم الغيظ سلاما يا إمام كل يوم لك من رب الأنام كل يوم لك تعلو قبة لمعاليها مراسيم تقام.